ميول فاكتوري أرخص موقع يبيع كوينز في الإنترنت. طريقة الشراء سهلة وبسيطة جدا ويدعم جميع طرق الدفع. التفاصيل كود الخصم تحصلها تحت في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا عيال في الحلم المفقود مجددا. يا ولد تلعب، انا على اساس انه امشي في المواسم عشان نقدر يعني نخلص بدري من ذا الكلام. عندنا شهر حافل بالمباريات الجميلة، ساوثهامبتون، باريس سان جيرمان، سوانزي ممكن يسوي لها سكيب، وعندنا مانشستر يونايتد وسبيرس. يا ولد اقسم بالله اسبوع جل، وبعدين اسبوع وشو اقصد شهر جل، والشهر اللي بعده يا جماعة الخير راح نقابل الفرق هذه، غالبا برضه راح يكون اليوروب ليج من ضمن المباريات في هذا الشهر، بعدين الموسم يعني تقريبا حقق هذه حقق قادمه بعدين ننهي الموسم. لا تنسوا تحطوا زر اللايك يا جماعه الخير بدايه المقطع. شكرا 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 على الدعم اللي تقدموه لي مؤخرا سواء على السلسله هذه او بقيه المقاطع يا جماعه الخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، راح نلعب ضد ساوثهامبتون على ملعبنا، احنا لازم نفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، سكور. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي احبابي في كل مكان، هيا بنا نسكور. يلا 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 يا ساتر، والله حطها له يا عيال، يمين بالله شبه، والله خطيرين يا عيال. ماش صح، سلام. تكفى تكفى. حلو 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 حلو. سليماني تكفى تكفى، سليماني مجنون مجنون يا شيخ، ترجع في الكرة. ليتس جو، الله عليك الله عليك، هيا بنا هيا بنا. يلا شوط اول ممتاز يا ولد، صنعتي هدف اول مره يا ولد، انت الشوط وانا صانع العاده، يا اني مسجل يا اني جايب ام العيد. عموما الشوط الثاني اجمل سكور يا عمر، بسرعه صح. ها يا سلام، تكفى نو عمري. يلا تعال لي يا عمري، وش ذا الباص وش ذا الباص، تكفى يا اخوي، انهي انهي. حلو حلوين، تكفى. كان ليش ما حطيتها في الزاويه الفاضيه يا مات؟ يلا يا كبير. كبير، الله يا محرز، لا يا شيخ، الله عليك يا مجنون، صح مجنون مات. والله حطها له، تعال يلا مشيلي يا عمري، حطني قدام المرمى. الحمار، انا حمار اذا ما سجلت، نعم انا حمار اذا ما سجلت. ليتس جو ليتس جو، الله 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 الله، حلوين يا لاعبي، ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا انا بغير الاحتفاليه، ذكرت اني بغير الاحتفاليه بعد المباراه عشان اغلب الناس يقولوا احمد هذه ماسونيه، مع انه ترى الشعراوي يقصد بالحركه ذي الاهرامات حقت مصر، بما انه هو مصري ومن مصر يعني الزبده يعني، لكن بغير السكور. يلا يا الهي يا الهي، وش ذا الخطا الغبي؟ اي اذا يا جماعه الخير لدينا مباراه حاميه هنا ضد بي اس جي. بسم الله الرحمن الرحيم، وجائزه اللاعب المحترف مره ثانيه. ثانك يو، ليتس جو. يلا بسم الله ليتس جو، والله صعب المباراه، ما هي بسهله ابدا، ما هي بسهله. يلا صح عمري، يا سلام. اوه الجول، يا سلام الجول، والله يندفع عندي مهب الرياح يا عمري يا شيخ. شوف 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 شوف، هنا واحد وبعدين ثاني مره، وقوم يا حبيبي التراب يتصور يتصور تراب، الله عليك. يلا اوف سايد، جول جول، اوه اوف سايد اوف سايد اوف سايد، والله بس هدف جميل. اوف يلا يا شباب، حلو ثياغو سيلفا في مهب الرياح. سليمة حلوه، كنت بعطيه كوره من خلف المدافعين تطلع جميله يا ايضا. شوط اول جميل يا ولد، ليتس جو. الشوط الثاني هاي سلام، يلا محيز يا عمري، يلا والله اي سجل الثاني الثاني، كمل كمل كمل. اوه انا يا جماعه الخير المدرب طلعني يا ولد، اوكي يلا على الاقل سجلت هدف وكذا، لان اختي تعبانه مره. اما بالنسبه لمباراه سوانز يا اخوان، شكلي بسوي لها سكيب، ويا رب ما يخسرون. كم ترتيبنا الحين يا طول عمر السلام؟ عندنا 66، نبعد عنها، لازم يفوزون العيال هنا حتى انهم مره يعني ما يفرق عنا، لو فزنا ناخذ الاول. والله مره مهمه مباراه سوانز، ما يمديني يا عيال، لانه لو سويت سكيب للمباراه العيال غالبا يخسرون لانها برا الارض. فليتس جو، يلا يلا مضطرين نلعبها، ليتس جو. غير صورنا، اوه احنا في الدور، يمين بالله بس يمين بالله ياخذه كذا يا الله، الفاول انا راح العب يا اخوان، ولا حطيت وضعيه، واتوقع اني سيء جدا جدا في الفاولات، سيء جدا مره، يا رب تكسبها.
الله عليك يا شيخ. الله 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 الله. وهذا انا افرح مع المدرب. اول هدف في تاريخي، اول فاول في تاريخي هو سجل على طول، ما يصدها يا شيخ ولو نوير هنا. دولاس والله عليك. الله 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 الله. ممتاز 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 يا اخي. اي كوتش 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 امنت فيه وسوف. اي اي يلا 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 طيب طيب اسحب فيه. اوكي 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 يا بلغت والله بلغت. اوكي لا فاول لهم. اوه كيف يبو ساتر والله مو يا واد وخر. يا الله يا الله يا الله غريب الحارس ما تحرك. هي 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 يا عيال يلا ما يمدي صح. ممتاز يلا ركبها له ركب. طيب في ديسلايكات كثير من مدرب بس هنا مسجل هدف هذا اهم شيء. بس يلا ليتس جو يلا يلا يا جماعه. حلو الباص حلو الباص. لا يلا يلا يوه هيا احنا يلا نبغى هدف ثاني عشان نضمن. يا عمر على الباص. وش ذا الباص يا ولد وش ذا الباص. ها تكفى. الله يا ابو بنيت خلاص انتهى 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 يا شباب انتهى. انا افضل لاعب خلاص. اعطوني كره ذهبيه من الان يا اخوان. هات كره ذهبيه يا اخوي. راح احط مدرب الان يستبدلني عشان عندنا مباراه ضد باريس هي برا وابغى. سويت هنا سويت مفترض يكون طلب تبديل يعني بدلني على طول كذا سريع سريع. طيب المدرب يشيد بالاداء حق الكويس درب الان يا عيال نشوف بعدين ايش صار على موضوع الدوري. على العموم مباراتنا القادمه ضد بي اس جي لسكو يا عيال هيا بنا. اقول لك اخر اربع مباريات نسجل اربع مباريات تقدر. نعم لسكو حضر السرعه على يلا الله الله يلا 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 ايش هي هاي. سلام. ايوه 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 لاعب يفهك سبحان الله. حاس حاس يلا اوه امبا الذهاب انتهى 2-1 يا عيال. اوكي يلا شوت. اوه جانا ثياغو سيلفا جانا النشبه الله يعينك يا معلم. انت اسرع روح ها اسحب فيه. يا الله يا الله طلعت من كفاني يا عيال. صحيح ممتاز مشى سليمان. سليمان يرجع لي تسديدة من هنا خطيرة. اوكي 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 ليتس جو ليتس جو ليتس جو يلا. يا الهي والله كفاني عندهم خطير الله يستر منه. يلا يلا عمري يا عمري يا الباص. اوكي اوف سايد. طيب طيب كوتش ما عليه كوتش بنقدم ان شاء الله مستوى افضل. سليمان يمشيها يمشيها انا 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 لا ادار الفرص يتكرر معي ده كل مباراة. يا ساتر والله يا ماريا يوه. يلا يا شباب ديسلايكات من مدرب مرة زعلان مني مدرب لسكو سكو الشوط الثاني اجمل. يلا 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 ما عليك مشي يا اخي من اول يا سليمان. الله يفضل عليك. تعال سليمان بسرعة بسرعة يلا ايفل قوتي بالقوتي يا شباب. الله 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 اوه 2-1 اوه ايه بعد ما طلعت انا قاموا سجلوا هدفين هم بعد ما طلعني المدرب. لو 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 كذا احنا في خطر يا ولد. يلا سكور 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 يلا روح محرز محرز تكفى. لا يا محرز كذا تشوت. تعال يا غبي يا احمد موسى يا غبي. هذا بالله باص الرجال هذا ذول ايش بهم ذولي. يا القهر يا القهر. لا لا خرجنا خرجنا. النتيجة 2-2 لكن أفضلية اللي سجل أكثر خارج ملعبه. إذن يا جماعة الخير المباراة القادمة ضد مانشستر يونايتد وراح نلعب ضد سبيرز أيضا
مباراتين جدا مهمة، وبعدين ضد تشيلسي، بعدين عندنا مباراتين هذه ممكن نسوي لها سكيب إذا كانت نتائجنا كويسة، وبعدين راح نلعب ضد أرسنال. ممكن خروجنا من اليوروب ليج خير عشان نركز على الدوري عشان ما نخسره ونجيب أم العيد. فأعدكم يا جماعة الخير الحلقة القادمة ستكون حلقة طويلة، ممكن تكون 15 دقيقة ولد إذا كنت بلعب المباريات هذه كلها، حتكون 15 دقيقة وفوق. فأعذروني على أن الحلقة قصيرة عيال، أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع. لا تنسون تحطون زر اللايك وتتابعون حساباتي تحت، تشترك يا وحش إذا ما كنت تشترك في القناة. السلام عليكم.